وفتي هو جامين يو وسيرك وسرد عدالة الصومال لان ايام ما تسو قري مجلة عير جابو وحنا الدولات كقل بيد اي مجلة اسي كسر دوية وفتي قاسي مسؤولين تهير قبل او هو جامين يو برا سابك قبل كسناجا وحنا وفتي داسي لوسو قل بيه قدا مجلة عير جابو يقو توسو يمي حرونتا حبسي قد حي مجلة عير جابو وحنا وسيرك هالكاسي كدا فوري برمامش كلا افر محبوس مدحوينها اقا وبريه أودن بييبا كسعودي قبل هذا السومالي لان قارهان حبسية الدلكة وقورينا وحاهل كاسيكا عدلي تليها عيدا كأسلوبتا قبل كالسناقي يسودو كلا تليا كوحيقين كعيدا كاسي يوليبا يسدوا وسرد عدالدة اي قبل كالسناق عوية أنا وحنا عيدا كاسلوبتا وحاضو بطن يعني إلا دولتي برمستباتشو ملحوين مركبا مركسوك وكرسكو يعني ملحوين نقضو مركبا محابي استكبل عوى شغلة وحتر كده كبر عبا ومحو قلنا وكرنية ومحو قرام كده وكرنية وانا قاعد ارخي يساري يا ربان تاسا وهو القلا والله يويكو مرك روت اللي قاعد ليو كادي يادي يادي من الحويلة وابلين يا مردو محابيس يساوق يا هاي ده فوركي لا فور مدحوينة النقو آد يا آد وهم بليين يا نظام كاوان هاكسن إفي يا أخرب أنفعية بركاتو كوشفتو وكوباقي مدحوينوه ilaahay khayraadka miisaanka xasanaadka ha ugu daro een waa sida taliya qaybtu sheegay waa run waa madaxweynihii koowaad ee asluub iyo maxabiisba inay wax u baahan yihiin xasuusta waxaanu taaganahay xabsiga dhexe gudihiisa ee caasimada gobolka Sanaag iyadoo halkan uu ku furayo ka dhaafurayo een wasiirka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo sheegay muhiimadda ay leedahay in barnaamijyo noocan oo kale ah maxabiista loo sameeyo furteen horto arinaan cididiin ka horreysay ba jirin maxabiistu garoomi lixdin baa la siin jiray si laakiin dawladdu hore intay daan ku qoraadaysanay kamay dhicin maxabiistu in laga ilaheyd madaxweynaha furkii إلا قارسيو مدحول سوى كان شرير محاوي سيسكا عدق بها إن آد باقوا ما ننتهين وأنه قم هذا علينا مدحونا أي وزير كحدالة دبا برمامش كا عصبها يتافرين إن ولي هو حنانو ددوينها هنتي لها سانا كبورين لها والبر مدحتو يدي حكومة دي هذي لافر برمامش سميسي إذن كونا تدكينا وحيستو صدقات شارع هذي نقطي ليه تدكاقا برامج هم حابس لو سمية كبه قبدينا وحالكا سيكاد لي وزيركا وسارة دا عدالة دا سومالي لان انجينير عبدقاني محمود عاتي او جيدة دا سعودة الكيسا كوشيغا اينا تاي كورمي ايا اندا اندا انسيدا اي او سعودان برمامج كان محبوس لافر مدح وينها اقا ايكا سعودة دالكا وحانو سعوني سالة سعوتان برنامج كلا ماقا بحي محبوس لافر مدح وينها اقا او ان امكا او سعودي انتي رفضان تسعوتي با حبسيغان او سعودي ما هم إما كوانس وا كرمير وأنا كيجو وإذا كأرك يدوا واحد كده يشام بدن مدحونا تمرد السومال قرت إنه محابيستي سيدي عيدن كيس أسلوبته ما دام بشهر رمضان إنه والبقف كله كم مشغول يو قرت إنه محابيستي أفريو وسيد قف كعالج المجال تشوجا وأفريو وأفريو أي نرد تود عنا مدحونا إله نودايو إله وحوي يمد وح قرش الله مر والبا قرش الله على إله نوقي على مر والبا marka waxaan ugaan u mahadcelinaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.